السلام عليكم، بخير؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله الزوج ديالي غادي يوجد لكم سباغيتي بالخضار. غادي ناخذ واحد ثلاثة ديال الطماطم نحكوهم محكوكين، وغادي نديروا عليهم شويه ديال الزيت، زيت المائده مع زيت العود، وشويه ديال الملح، عندي شويه ديال البزار، وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال التحميره. وغادي نديروا واحد فص ديال الثوم مع مطيشه حتى هو يطيب، وشويه ديال السكينجبير. وغادي نحركوا المكونات كاملين حتى تشرب لنا مطيشه او الطماطم هذيك العطريه كامله. وغادي نخليوها تطيب، غادي نديرو لاصوص طوماط او مركز طماطم حتى هو نديروه مع ديك الطماطم اللي حكينا. وغادي نخليو كل شيء يطيب، غادي نخليهم حتى يطيبوا. وغادي نضيفوا عليهم واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، وغادي نخليوها حتى تغلي ان شاء الله. هيا من بعد ما طابت نكونو سلقنا سباغيتي، نكونو سلقناها ودرناها تقطر. وغادي نضيفو عليها الخضار، الجزر والقرعة والدنجال مقطعين مربعات صغار. وغادي نضيفو الكل على الطماطم، نضيفو كل شيء على هذيك مطيشة حتى يطيبو. غادي نخليهم حتى يطيبو ان شاء الله، نحركهم مزيان. غنضيفو عليهم حتى شويه ديال الجلبانه، حتى هي كتعطي واحد النكهه زوينه. اي خضره عندكم في الدار بامكانكم تضيفوها. غادي نضيفو شويه ديال الماء، وغادي نحركهم. وغادي نخليهم حتى يطيبوا. ها هو من بعد ما طابوا هانتوما كيما كتشوفوا، هما كلشي طاب، وديك الخضار طابت مع ما ديك مطيشه طابو. وغادي نضيفوا عليهم سباغيتي اللي فايتين سالقينها، نضيفوا عليها سباغيتي. وديك فص ديال الثوم، وغادي نخليو وغادي نحركو الكل. وهاديك الفص ديال الثوم يكون فايت ليه طايب مع الخضر، غادي نمعكوه بحال هكذايا باش يهبط. وغادي نحركو ديك السباغيتي مع الخضره كامله باش يدخل فيها هذيك العطريه. غادي نبقى مستمرين هكا في التحرك حتى تشرب لينا ديك لاصوص كامله. من بعد ما طابت
كنديروا واحد شويه ديال الحار فوق هذيك سباغيتي، وكنخليوها طيب معاهم، ونضيفوا شويه ديال الفرماج، اي فرماج عندكم ماشي مشكل كيف ما كان. غادي نخليو الفرماج فيه حتى يذوب. هاو من بعد ما ذاب الفرماج، انتم كما كتشوفوا، اتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. ها انتم هي من بعد ما طابت كتجي لذيذه بزاف صراحه، كتجي زوينه، كنصحكم انكم تجربوها، فيها كل الفوائد، فيها الخضره، فيها كل شيء، وصحيه وبصحتكم وراحتكم. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، وشكرا بزاف بزاف، وتهلا ليا فراسكم. يلا السلام عليكم.